نسمح ضيوفنا شوي ونتوجه نغير الأجواء نروح إلى الزميل أحمد المالكي متواجد في استوديو آخر في كتارة. أحمد نمسي عليك بالخير وضعنا في الأجواء اللي عندك شوي. يعطيكم العافية أنت وضيوفك في الاستوديو، نجدد التحية بكم مشاهدينا الكرام ومن القطاع الرياضي والحديث عن تصميم هذا النادي الكل راح يترقب إن شاء الله التصميم الجديد لنادي الوسيل. ننتقل إلى القطاع التعليمي ونتحدث عن يعني معهد مهم متواجد في مؤسسة قطر للتربية والعلوم، هو معهد قطر لبحوث الحوسبة. هذا المعهد اللي تأسس في سنة 2010، وعن المعهد وتفاصيل أكثر راح يكون ضيفي عبد العزيز الحميد. حياك الله أخوي عبد العزيز معنا الباحث في هذا المعهد. في البداية عبد العزيز كلمني عن المعهد، شنو الخدمات اللي يقدمها؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شيء مساكم الله بالنور ومشكورين على استضافتكم الحلوة والقعدة الحلوة صراحة. أما بعد يعني المعهد هو صحيح أنه أسس سنة 2010 وتابع لجامعة حمد بن خليفة، والخدمات اللي تقدمها طبعا عديدة وكثيرة وحق جميع أهداف قطر اللي حق 2030، رؤية قطر ل 2030. الأقسام اللي فيها مثلا الحوسبة الاجتماعية والأمن السبراني وال يعني تحليل البيانات. هاي مهمة ورؤية المعهد بشكل عام هو استقطاب العلماء، أفضل العلماء من أوروبا ومن الوطن العربي علشان يجرون البحوث الحوسبة لتحسين جودة حياة المواطنين. نعم. في قطر وجميع الشركات. احنا نتكلم عن مصطلح الحوسبة، ايش نقصد في مصطلح الحوسبة؟ الحاسب الآلي اللي هو الكمبيوتر طبعا، من ناحية البرمجة ولا ناحية الكمبيوتر كل الوظائف، يعني مثلا جهاز التلفون اللي عندك هاي يعتبر حاسب آلي. نعم، فلا يقتصر على الجهاز الحاسب الآلي اللي هو معروف عندنا الديسكتوب وغيره. اي نعم. من كل شيء. نعم، خلينا نتكلم عن الإنجازات اللي حققها المعهد خلال السنوات اللي مضت إلى 2018. حلو. هو حقيقة في إنجازات كثيرة، لكن أهمها في هذه السنة هو افتتاح مركز قطر للذكاء الاصطناعي وإنشاء وتنظيم الكثير من الورشات العمل اللي تساعد البزنس اللي في قطر والوزارات الداخلية. ويعني الورشات العمل تطور حق يعني حق الأطفال وحق الباحثين نفسنا، وبنتحدث أكثر عن تفاصيل. نعم. لما تكلم نفس ما تفضلت عن الورش والندوات اللي تقدمونها، تقدمون خدمات مثلا لطلاب الجامعة بكل تأكيد، لكن ماذا عن أفراد المجتمع، الأطفال وغيرهم من الشباب اللي محتاجين أنهم صراحة يتعرفون على مثل هذه الأمور، الذكاء الاصطناعي وغيرها؟ صحيح. هو في شهر سبتمبر افتتح اسمها مدرسة الذكاء الاصطناعي، كان يومين مع شركة عالمية اسمها بيج أمل، وكانت تعرف عن الذكاء الاصطناعي وشلون ممكن تستعمله حق أي شيء في حياتك، يعني ناحية شلون إفادته حق البزنس مالتك، شلون إفادته حق شركتك، شلون تسهل عملية حياتك بشكل عام. إذا احنا اليوم نتكلم عن معهد يعني مثل ما تفضلت هو مهم جزء من حياتنا، أيضا يعني دخلتوا في موضوع الأمن الغذائي وأيضا تحليل احتياجات دولة قطر وأيضا تحسين المنتجات. نعم، فيعني هو مثلا من الأمن الغذائي هو حقيقة كانت ورشة عمل تعريفية للأخطار اللي ممكن نواجهها من قطر خاصة بعد فترة الحصار. فيعني هو أن مهمتنا أن مثلا تجمع البيانات في قاعدة معينة، القاعدة تجاوبك على أسئلة مثلا كم معدل الغذاء يعني استهلاك الشخص الغذاء في كل يوم وكل شهر، يعني إذا عندك هالبيانات ممكن تساعد كثير من الوزارات تنظم اختياراتها الإدارية. حلو، موضوع جدا مهم. احنا نتكلم عن القطاع الرياضي وايضا هناك. نعم. القطاع الحكومي وقطاع البترول وقطاع الطاقه وغيرها من القطاعات الموجوده في الدوله، كيف المعهد يساهم في خدمه هذه القطاعات كلها؟ هو يعني اول شيء ان
المعهد ياخذ البيانات، البيانات اللي من هالوزارات او من القطاعات ويحللها يصورها ويسهل يعني رؤيتها للقطاع نفسه. بعطيك مثال، مثلا الطيران القطرية، احنا عندنا سيستم يستعملونه الان اللي هو الاوتوماتيك بيرسونا جنريشن، اللي يصنع الشخصية الوهمية على حسب عملائهم الكثيرين. فمن هالناحية يمكن يفهمون الطيران القطرية، يسهل عليهم فهم الشخص اللي يخدمونه. نعم، خلنا نتكلم عن التحديات اللي تواجه المعهد اخوي عبد العزيز. التحديات الله يسلمك، وهو دائما يكون يعني مثل لما تجيب البيانات حق المعهد، هو طبعا يعني ما في شركه تبي تراوي بياناتها، لان هاي شيء يكون مثل خصوصي. فاحنا ناكد لهم من هالناحيه ان راح نامن بياناتكم بشكل صحيح، لان عندنا قسم الامن السبراني ومن جميع الاقسام، يعني احنا متوعيين على هالشيء. حلو، فنامن بياناتهم قبل لا نحللها ونرويهم لخدماتنا. نعم، يعني اذا الان في جهه او شركه او مؤسسه تحتاج ان تامن بياناتهم، انتم تساعدونهم في هالامر وتحللون او تخرجون بعض البحوث اللي تساعدهم على التوعيه، صحيح؟ ايوه، هاي جزء من الخدمات. نعم. قبل نعطيهم يعني مثلا، في يعني بعطيك مثال بسيط اخر، اللي هو يعني احنا عملانا يعني مش بس قطر، اللي هو بعد شركات او مؤسسات عالميه، اللي هو مثلا جامعه ام اي تي في امريكا والامم المتحده، يستعملون اداء مثلا اللي هو ديتكتنج فيك نيوز، او اللي تكشف عن الاخبار الخاطئه. نعم. المزيفه، قبل لا تنتشر هالاخبار احنا نشوفها، يعني نتاكد ان بوجودها ونسوي لها بلوك او نعم. شيء جي. اذا صراحه انتم قاعدين يعني تادون يعني مهام جدا مهمه للمجتمع وخدمه الاخرين. لما نتكلم عن معهد قطر لبحوث الحوسبه، حلو، هل هناك تعاون بين مثلا جامعه قطر او العديد من المعاهد الاخرى الموجوده في الدوحه؟ نعم، احنا يعني مع جامعات المدينة التعليمية مثل وايل كورنيل ناخذ مثلا بياناتهم، اللي بيانات النوم مثلا، احنا يعني نحلل بيانات النوم عشان نساعد يعني يسمونهم او اللي فيهم سكري وهالاشياء، بنساعدهم على النوم الصحيح. نعم، لما نتكلم عن معهد قطر للبحوث، اكيد فيه رسائل مهمة تبغون ترسلونها طبعا للطلاب وايضا للجمهور، فشنو اهم الرسائل اللي تبغون توصلونها للاخرين حتى يفهمون اكثر عن معهد قطر لبحوث الحوسبه؟ هو اهم رساله عندنا ان الحلول الذكاء الاصطناعي موجوده في قطر، واحنا نبنيها، وهي مصنوعه من يعني قطريين وعلماء من افرد الانواع، من احسن الناس. فيعني نشجع جميع الشركات ان تي حق كيسراي او المعهد قطر البحوث الحوسبه، تجي لنا قبل ما تشوف برا. نعم، يعني ممكن ان الواحد يتواصل معاكم وياخذ يعني كافه المعلومات عن معهد البحوث. هل ممكن انا اشارك مثلا بنقطه معينه او بحث معين؟ هل ممكن انا لو كانت مثلا عندي فكره، يمكن حد من المشاهدين الان عنده فكره وينقلها لمعهد البحوث؟ اي، احنا عندنا يعني مثلا ورشات عمل حق يعني مثلا من الاطفال ولين الباحثين، يعني من جميع الاعمار، وخاصه مثلا فتره الصيف 2018 استقبلنا تقريبا 1600 طالب، علمناهم البرمجه وهم نفسهم يعني نرويهم مشاكل حاليه وهم يطلعون الافكار، فتجدد افكارهم. واذا في مثلا افكار من الباحثين ممكن يقولنا ونساعدهم، يكون دائما في انترنشيبس وهالفرص. نعم. الجيده. احنا طبعا نفخر فيك عبد العزيز كونك باحث في هذا المعهد. شنو الاشياء اللي انت تعلمتها من معهد قطر لبحوث الحوسبه وتبغي مثلا تخدم فيها اكثر، وعندك افكار اكثر ممكن انت تضع فيها بصمتك كقطري اليوم؟ اي، الصراحه يعني دوله قطر ما قصرت ان تصنع هالبيئه تجيب لك يعني اذكى الناس في العالم وتكون حوالينهم، يعني هاي تشجعك انك تتعلم حتى لو يعني
مهما كان الشخص بتشوف اللي حوالينا دائما يحاولون يجزون شيء حق الناس، مش انه والله يعني يبي يربح مثلا مثلا فلوس وهاي، لكن ينجز شيء حق الانسانيه. فانا كقطري انا احاول ان يعني احاول اساعد حق اهداف قطر مهما على اكثر شيء، انه مثلا تنبؤ الازدحام المروري. هاي كان صراحه دراسي في جامعه حمد بن خليفه، فحاولت احلل بيانات الازدحام المروري من دول متنوعه، حاولت اطبقها على قطر. هاي يساعد يعني في قطر ان المصادر الشرطه يعني يحركونها بشكل ذكي قبل ما تصير الزحمه، يعرفون ان هني زحمه بتصير. فهو يعني صراحه عن طريق ايش ممكن تصير لو تفصل لي اكثر عبد العزيز؟ الذكاء الاصطناعي هو يتنبأ عدد الزحمه، يعني مثلا يقول لك والله منطقه كتار اليوم يكون فيها 1000 شخص، فهني مثلا وزارة الداخلية ولا الشرطة يقولون أوكي خلنا نحول مثلا 100 شرطي هالمكان، ومثلا تعرف أن عدد يعني في 2022 بيكون في أكثر ملاعب وعدد الزيارات، فأنت تحتاج هالشيء. فيعني إحنا نبي نكون قبل ما نكون إيجابيين حق المشكلة عقب ما تصير، نكون proactive، نكون نعرف المشكلة بتصير ونقلل خطورتها. والتنبؤ يكون يعني 100% احيانا يكون صحيح عبد العزيز، خاصه انه هاي يعني احد التحديات من الذكاء الصناعي. ما في يعني موديل الارتفيشال انتليجنس يكون 100% او ذكاء. فاحنا دائما نقيس الاكيرسي ماله او دقته. فالعاده يكون يعني الستيت اوف ذا ارت يكون 90%، اللي هو الاشياء اللي موجود عالميا يكون 90% 92%. فهو شيء يساعد انه يساعدك، يقول لك والله 90% بيكون فيه هالشيء. فدائما يكون هو بحد ذاته يعني راح يخدم يعني قطاع كبير، سواء القطاع اللي انت تتكلم فيه بحثك الخاص عن الزحمه او عن ايضا ملاعب قطر 2022، او ايضا حتى الخطوات القادمه اللي مقبله عليها دوله قطر ووصول الناس الى الدوله، وايضا قطاع مثلا الطيران وغيره من القطاعات. انا اكلمك اليوم كعبد العزيز، شنو يعني الصعوبات اللي واجهتك في البحث عن الذكاء الاصطناعي؟ البحث عن الذكاء الاصطناعي هو يعني يحتاج له دائما وقت، يعني دائما يحتاج له وقت ان تقعد عليه وتفهمه. وطبعا لانه هو مجال الحين يسمونه هوت توبيك او مجال حار، فكل ساعه يتغير، فلازم تكون تجدد نفسك كل اسبوع، يعني كل اسبوع. هاي بعد يعني تحتاج تواكب خلينا نقول مسيره الاخبار الجديده، الاشياء الجديده اللي طالعه في امور الحاسب الالي والاجهزه اللي بيننا. يعني اليوم دخول الشباب في مثل هذه المجالات فيها صعوبه عبد العزيز عليهم، يعني هل تنصح الشباب انهم يدخلون مثل هالمجال؟ هل راح تساعد دوله قطر في المستقبل؟ نعم، هو دائما يعني هالشيء بيساعد دوله قطر في جميع المجالات، جميع القطاعات، نفس ما تكلمنا انه بيساعد في الرياضه، بيساعد في التواصل والمواصلات حتى التواصل الاجتماعي، يعني ان تكتشف الاخبار المزيفه. نعم. فيعني هو الحين الحمد لله ان يعني الريسورسز اللي في الاونلاين تكون دائما ببلاش، فالواحد ممكن يتعلم لو هو حاب. نعم. عبد العزيز الحميد الباحث في معهد قطر للحوسبه، يعطيك العافيه ومشكور على وجودك اليوم، انت مثال للشباب القطري الناجح في هذا المجال المتخصص مجال الذكاء الاصطناعي ودمجه مع الحوسبه، يعطيك العافيه عبد العزيز. الله يقصر. مشاهدينا الكرام، متواصلين معاكم وانجازات دولتنا الحبيبه في القطاع التعليمي كثيره، وهذه احد النماذج اللي كانت معي قبل قليل عبد العزيز الحميد في معهد قطر لبحوث الحوسبه. مشاهدينا نترككم مع هذه الاجواء الجميله وهذه الاجواء السعيده في كتارا وغيرها في دوله الحب قطر. يا تميم